سعاد عبد القادر مصطفى صلاح، مصطفى محمد صلاح. أنا كنت تعبانة ومريت بظروف يعني كده في الاكتئاب ده، وبعدين أنا ليا ابني أحمد محمد إسماعيل الشام، جه لقاني تعبانة بيزور لي لقاني تعبانة، قال لي إيه تيتا مالك كده يا تيتا مالك؟ ده أنت تيتا صغيرة، وبعدين في واحدة عندها 70 سنة كتبت المصحف، قلت له بتعرفي تكتبي؟ قلت له اه بعرف اكتب. قال لي اكتبي المصحف يا تيتا، هتخفي وهتبقي زي الفل، وانت عندك يعني الشجاعة انك تكتبي المصحف. قلت له كده يا احمد؟ قال لي اه والله جربي كده. دخلت في دماغي الفكرة، انا لا بكتب ولا بنقرا ولا عندي من العلم اي حاجة غير بس اني بقرا في القرآن. اول ما كتبت اللمة بقت مدوخاني معنى البلد يعني، كانت مدوخاني الليلة، وكل ما اجيب قلم وبس اكتب حرفين كده بلاقيه مش كويس اروح لكنها، دول هما هتلاقي فيهم كتير مش مكتوب به، وكل واحد يجيب لي قلم، وشايفيني بقى مش شجاعة في الكتابة وعاوزين برضو ينولوا بالصواب يجروا يجيبوا قليمة. اعمل الاقي لا مش هو الخط ده مش عاجبني، عاوزه اي حاجه تبقى ظاهره، وكان بقى بيرشح تاخدي بالك تلاقي هنا صفحه مكتوبه وصفحه لا، مكتوبه صفحه وصفحه لا. علياء بالتعالي حفيدتي كانت بتلبس السمن البرواز بتاع البسمله، عملت لي 4.